السلام حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هاد لا فيديو كيف العاده، الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنزلو. ما تبخلوش عليا باللي لايك والتعليق ديالكم. اذا مازال ما دخلنيش عندي الانستغرام، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ادخلوا واشتركوا عندي، خليوا ليا كل التساؤلات ديالكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، غنشارك معكم تحليه باربع مكونات فقط، كتجي رائعه لذيذه صحيه بدون سكر. انا متاكده الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. لما نطول عليكم، خليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات ديال التحليه، عندي هنا نصف لتر ديال الحليب، عندي 7 ديال التمرات يكونوا محيدين لهم النواه، يمكن لكم تنقصوا ديروا 5 حيت انا ما غنضيفش السكر، وحتى الكيس ديال الفلون اللي غنستعمل ديال النكهه ديال الفاني حتى هو واخداه بدون سكر. وهنا غادي نحتاج تفاحه كبيره اللي قطعتها وحيدت ليها النواه ديالها. بالنسبه لطريقه التحضير فهي سهله، نوضعوا هذيك التفاح، غادي نزيدوا عليه التمر، وغادي نزيدوا داك نصف لتر ديال الحليب، وغادي نضيفوا عليه داك الكيس ديال الفلون بالنكهه ديال الفاني. وغادي نخلطوا الكل جيدا تيندمجوا ليا، عاد باش نردهم لهاد الكاسرونه. وهنا غادي نردها الكاسرونه ونديها فوق النار مع التحريك المستمر حتى يعقد. غير كيوصل الخليط لدرجة الغليان وكيبدا يتقال وصافي كنطفيو عليه، غادي نفرغو في الزليفات ولا في كويسات فاش غادي تقدموه. غادي نخليه حتى ياخد حرارة ديال الغرفة وندخلو يبرد في التلاجة ساعتين، وكيكون واجد رائع. كيمكن ليكم تزينوه بأي حاجة، أنا زينتو تزيين بسيط بشوية ديال الكاوكاو مهرمش، وصافي كنقدموه بالصحة والراحة. هنا كتسالي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. تلقاوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.